الله تبارك وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك من كرم الله عز وجل على عباده أن أعطاهم نعمة الاستغفار. والاستغفار أيها الإخوة هو طلب المغفرة من الله عز وجل. وكلنا ذو خطأ وكلنا ذو زلل، والإنسان يجب أن يكون دائما يكثر من الاستغفار. لو تأملت أيها الإخوة نجد أن الله تعالى علمنا بعد كل عبادة عظيمة أن نستغفر الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الآن الله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني بعد الحج، مع أن الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إلا أن الله أوصانا بالاستغفار. الآن نحن نصلي، بعد كل صلاة أول كلمة نقولها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الآن عندما تختم ليلك ويقبل عليك نهارك تستغفر الله وبالأسحار هم يستغفرون. حياتك كلها يجب أن تكون الاستغفار دائما موجود فيها. لماذا؟ لأن هناك ذنوب أنت تعلمها وذنوب أنت لا تعلمها، أنت لا تعرف كل الذنب. هناك يا أحبابي ذنوب ظاهرة وذنوب خفية. الذنوب الظاهرة واضحة معروفة، مثلا يعني الإسبال من الذنوب الظاهرة، حلق اللحية مثلا من الذنوب الظاهرة، الدخان، يعني هذه أشياء ظاهرة أمام الناس معروفة تمام. لكن هناك ذنوب خفية أعظم منها، وهذا من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان. مثلا الكبر، العجب، الغرور، الرياء، هذه الذنوب هل أنت متحكم فيها غاية التحكم؟ ما تستطيع. ولذلك الإنسان يستغفر الله عز وجل دائما حتى يغفر له ما ظهر منه وما بطن. من فضائل الاستغفار أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد في آيات كثيرة أن يكثروا منه، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. دائما الله عز وجل يطلب من عباده الاستغفار. الله تبارك وتعالى مدح أهل الاستغفار، ولذلك أثنى عليهم أولئك القوم المستغفرين بالأسحار. هذا دليل يا إخواني على فضيلة الاستغفار خاصة في السحر. وقد قيل أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي أنه أخرهم إلى وقت السحر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يدرك الفضيلة وأفضل الوقت بالاستغفار. الاستغفار يا أحبابي من صفات المتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر صفاته، قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذن هذه من أعظم صفات المؤمنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يغفر للمستغفرين، يقول سبحانه من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الاستغفار يجلب الخير، يجلب البركة. البركة يعني أنت الآن يا صاحب الدين تريد الدين، تريد جلاء الدين، استغفر الله سبحانه وتعالى، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لاحظ هنا الرزق الذي يأتي من السماء، ما الذي يأتي من السماء؟ الأمطار. وأيضا وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل ما تريده من السماء بالاستغفار يأتيك بإذن الله تعالى. ثم قال ويمددكم بأموال، هذه المال والأرزاق، وبنين، وهذه أرزاق الأرحام، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا، هذه أرزاق باطن الأرض. أرأيت الآن رزق السماء ورزق الأرحام ورزق الأرض ورزق الماء كلها تأتي بالاستغفار. أهم شيء أنك تحقق الاستغفار في قلبك وتستغفر الله سبحانه وتعالى، وأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفر لك الذنب ويغفر لك الخطيئة. الاستغفار يا إخواني يوجب رحمة الله. قال الله تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار يجلب لك القوة أن استغفر ربكم ثم توب إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الاستغفار هذا وسيلة توصلك إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك دائما تذكر الله عز وجل، دائما تمحو سيئاتك، دائما تضاعف حسناتك. بقي أن أقول إخواني كيف نحقق الاستغفار؟ هنا هذا هو النقطة المهمة. هناك استغفار باللسان فقط كما نكثر منها الآن، حنا بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله وتجد القلب لاهي، أو مثلا إذا ضحكنا قليلا نقول استغفر الله والقلب لاهي. هذا استغفار أنت مأجور عليه إن شاء الله،
لكنه ليس هو الاستغفار المقصود. الاستغفار هو دعاء يا إخوان، الاستغفار طلب. أنا الآن لو آتي إليك مثلا أريد منك حاجة ثم أتكلم معك وأنا مصاد عنك مثلا، أو معطيك ظهري وأقول عطني عطني، هل تعطيني؟ ما تعطيني. لماذا؟ لأني لم أتأدب معك في الطلب. لكن عندما آتي إليك وأتأدب معك في الطلب وأثني عليك وأقول أنت الذي فيك وأنت الذي فيك وأنت الذي خيرك سابق، وأنا والله أريد منك أن تعفو عني في هذا الموضوع وتسامحني في هذا الطلب، أنا هنا أحسنت الأدب في الطلب. هكذا يجب أن يكون العبد مع الله عز وجل. إذا وقفت بين يدي الله قل يا الله أنت غفار الذنوب، أنت ستار العيوب، أنت الذي ترحم، أنت وأنت، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. هكذا يكون الأدب مع الله. لذلك ما هو سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار هو ذلك الدعاء، اللهم أنت ربي. شوف كيف صار كله ثناء على الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي. كل هذا الآن ثناء على الله عز وجل واعتراف منك بحاجتك إلى الله، تثني على ربك، تعترف بذنبك، تعترف بضعفك، كل الكلام هذا. بعدين تقول فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أنت طلبك كان ترى في آخر أربع كلمات، وكل ما قبله كان عبارة عن دعاء، ثناء، تمجيد لله، اعتراف بالذنب. هكذا يكون الاستغفار. لذلك عندما تريد أن تستغفر حضر قلبك، حضر قلبك واستغفر وأنت حاضر القلب، وانظر ماذا يفعل الله بك. عندما تقول استغفر الله، الله ينظر إلى قلبك، ما ظنكم برب العالمين؟ فيا من تريد الولد، يا من تريد الرزق، يا من تريد الفرج، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. لكن كيف تستغفر؟ هذا الكلام، هذا الذي يجب أن تعود نفسك عليه وتعلم نفسك عليه، أن تتقن فن الاستغفار. الاستغفار فن لا يجيده إلا الموفقون، ولذلك علينا أن نكثر منه ونجيد الاستغفار، وأبشروا بالخير من الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا من المستغفرين الصادقين المنيبين الذين يحتحضر قلوبهم في أقوالهم وأعمالهم. فأمامنا رب رحيم كريم لا يرد من طرق بابه ولاذ بجنابه، المهم أن نتحرك نحن ونجتهد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.